هل الناس بتيجي تجلس ولا هي بس كذا ما حد بيستخدمها؟ لا ما حد يستخدمها خالية، هي فاضية بس كذا، كانت مواقف سيارات أشخاص يجيوا فيها يمروا. إن شاء الله إحنا حنحولها بإذن الله. حتحولها إلى؟ إلى ملعب رياضي بإذن الله. ملعب رياضي، طيب، وحيكون عمل تطوعي؟ نعم تطوعي. مين حيتطوع؟ الأعداد إيش؟ الأعداد من 60 إلى 80 متطوع. جميل، فإيش نوع المتطوعين اللي حيشتغلوا هنا؟ هنا حيكونوا بإذن الله اللي حيمدوا الرملة. بعد ذلك حيكون في إنارات حتوزع على المنطقة كاملة إنارات. طيب هذه هي البرحة غير مستغلة في واحدة من أحياء مكة، شوفوا شكلها اليوم وشوفوا كيف حيصير شكلها بعد 20 يوم بإذن الله. أدينا أرقام المتطوعين اللي تطوعوا في 2020، أكثر من 409 ألف متطوع، رغم الجائحة، رغم الحظر، رغم الإجراءات الاحترازية اللي تمت، لكن كان في جهود فعالة ولها فعلاً دور أساسي. بالنسبة للعائد الاقتصادي تجاوز 564 مليون ريال سعودي. عدد المستفيدين أكثر من 21 مليون مستفيد. عدد الساعات التطوعية تجاوزت 33 مليون ساعة تطوعية. طيب فالشباب اللي تحمسوا في الحلقة اليوم ويبغوا يشاركوا في عمليات تطوعية، ماذا يفعلون من أجل أن يكونوا من ضمن هذه الجهود؟ في منصة الوطني للعمل التطوعي، وأحد مشاريع برنامج التحول الوطني، ويب سايت وكمان تطبيق للمتطوعين، كذلك منصة أبشر في إظهار الساعات التطوعية للمتطوعين. اشرحي لي موضوع أبشر دحين، اللي يتطوع عن طريق المنصة وتتسجل الساعات حقته تصير عندي في أبشر، أنا في حسابي في أبشر. طبعا هو بعد ما يتطوع الشخص، الجهة توثق ساعات التطوعية ويطلع تلقائي في منصة أبشر. وبعد كذا احنا عندنا إن شاء الله نهاية السنة هذه حيطلق نظام الأوسمة ونظام الولاءات المحفزات، بناء على عدد الساعات حيحصل على نوع من الأوسمة ونوع من المحفزات، وهذا أقل تقدير يقدم للمتطوع. طيب نستثمر الملعب الرهيب ده، نوريكم شوية كده حركات. فين الكرة دي تبغوها؟ ديكم هي في العرض اللي فوق، هذه في العارضة اليمين، وهذه في اليسار.